قد تكون الالتهابات المعوية هي الأكثر شيوعاً خلال الموسم الحالي، لا سيما خلال عطلة المدارس، تتكرر بشكل ملحوظ في عيادات الأطفال وفي الفئات العمرية المختلفة خلال مرحلة الطفولة. ما هي الالتهابات المعوية؟ كيف يمكن تدبيرها منزلياً قبل اللجوء للطبيب؟ ومتى نلجأ إلى قسم الطوارئ أو إلى طلب الرعاية الطبية؟ سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور طارق ربايعة، اختصاصي أمراض أطفال ومواليد جدد. حياك الله معنا دكتور طارق. الله يحييك، أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. دكتور طارق، بداية، الالتهابات المعوية، ما الذي نعني بالالتهابات المعوية وما الفرق بينها وبين التهابات المعدة؟ هلا الالتهابات المعوية، احنا عم نحكي عن الالتهابات المعوية الحادة عند الأطفال، هي عبارة عن التهاب في الجهاز الهضمي بيرافقها بعض الأعراض اللي بتساعدنا على تشخيص الالتهابات المعوية، زي وجود الاستفراغ المتكرر والإسهال المتكرر، بالإضافة بعض الأطفال ممكن يعانوا من آلام في البطن وارتفاع في درجة الحرارة. هلا الالتهابات المعدية بدون وجود التهابات معوية عادة ما بيكون في عنا أعراض مثل الإسهال وارتفاعات درجات الحرارة عند الأطفال. هذيك الالتهابات المعدية بيكون عند الطفل أو عند الشخص ممكن يكون في عنا استفراغ متكرر وألم في البطن. إذن المؤشرين الرئيسيين لالتهاب الأمعاء هي القيء والحرارة. القيء والحرارة بالإضافة لوجود الإسهال. نعم، صحيح. دكتور، الثلاثة لازم يكونوا مشتركين وموجودين في عند الحالة، ولا ممكن مثلا عرض واحد يكفي؟ هلا هو في بعض الأطفال بتظهر عندهم أعراض قبل أعراض أخرى، ففي مثلا أطفال ببلش عندهم ارتفاع في درجة الحرارة مع وجود استفراغ شديد متكرر، وبعدين بصير في عندهم إسهال، وفي بعض الأطفال فعليا ما بيجوا إلا بوجود إسهال متكرر مع وجود ألم في البطن حتى بدون حرارة وبدون إقياء. هذا بيعتمد على شدة المرض قدرة جسم الطفل على مقاومة الفيروس أو البكتيريا اللي بتؤدي لوجود الالتهاب المعوي الحاد عند الأطفال. هل الأعراض دكتور شدتها وحدتها وتكرارها يختلف باختلاف العمر؟ يعني عند حديثي الولادة أيضا يوجد التهابات معوية، يختلف عما إذا كان الطفل مثلا قد تجاوز 10 من عمره؟ نعم، هلا طبعا هذا شيء اكيد واساسي. الاطفال حديثي الولاده، الاطفال اللي اعمارهم اقل من سنه، بتيجي اعراض الالتهابات المعويه الحاده عندهم شديده، وممكن في كثير من الاحيان نضطر انه ندخل الطفل على المستشفى نتيجه دخول جسم الطفل بحاله جفاف نتيجه وجود الاقياء المتكرر والاسهال المتكرر. الاطفال اللي اعمارهم فوق السنه بيكون قدرتهم على مقاومه البكتيريا او الفيروس المؤدي للالتهاب المعوي أكثر، وبنفس الوقت قدرتهم على مساعدة جسمهم على التعافي من المرض أكثر، لأنه هدول الأطفال ممكن أنه نساعدهم في بعض السوائل اللي بتخفف من درجة الجفاف اللي بتعرض لها جسمهم. هنا نقول دكتور أنه إذا صار في التهاب معوي عند الطفل حديث الولادة، رأساً نطلب الرعاية الطبية، لا ننتظر، لا نعطي مثلاً أدوية معينة من الصيدلية أو أعشاب مهدئة؟ هلأ إحنا عشان نعرف شو الإجراء المناسب لازم نعرف شو السبب. الالتهابات المعوية الحادة عادة أو في معظم الأحيان بتكون سببها فيروسات، هاي الفيروسات بتؤدي لالتهاب في الجهاز الهضمي، وبالتالي حدوث الأعراض اللي حكينا عنها اللي هي الإقياء المتكرر والإسهال المتكرر. الأم في حال أو الأهل في حال ابنهم انصاب بالالتهابات المعوية الحادة، أهم شيء يحافظوا على الهايدريشن ستيتس، يعني أنه يكون في عنا إدخال كميات سوائل مناسبة لجسم الطفل حتى ما نفوت بدرجة الجفاف اللي بتؤدي لدخول المستشفى. لذلك هلأ الطفل اللي بيعاني من إسهال متكرر بدون وجود استفراغ بتكون حالته بسيطة، ممكن الأهل يتعاملوا مع هذا الشيء في المنزل عن طريق إعطاء السوائل عن طريق الفم، بالإضافة بعض الأطعمة اللي بتخفف من الإسهال، الأطعمة الغنية بالنشويات. لكن إذا كان في عنا استفراغ شديد متكرر ممكن يكون في عنا استشارة طبية لإعطاء بعض الأدوية اللي بتساعد على تخفيف الاستفراغ، وبالتالي بنرجع لأنه نعطي كميات سوائل مناسبة بحيث نحمي الطفل من الجفاف وبالتالي من دخول المستشفى. دكتور، إعطاء كميات مناسبة من السوائل قد لا تكون مناسبة أيضاً لحديثي الولادة اللي عمره مثلاً 2-3-4، بحيث أنه لا يمكنهم شرب الماء، إذن ما شكل السوائل المطلوب هنا؟ هلأ الأطفال طبعاً الأقل من عمر 4 أشهر هدول السوائل هي عبارة عن حليب،
الحليب هو السوائل الأساسية اللي ممكن تنعطى للأطفال الأقل من 4 شهور. مميزات الحليب إنه فيه كثير من العوامل اللي بتساعد على شفاء الطفل من الالتهاب المعوي الحاد، مع ملاحظة إنه هدول الأطفال اللي عمرهم أقل من 4 شهور لأنهم فقط بيشربوا حليب احتمالية إنهم يحتاجوا دخول مستشفى احتمالية عالية. مشان هيك هدول الأطفال من الضرورة إنه الأهل يتواصلوا مع الطبيب أو حتى يقوموا بزيارة الطوارئ أو زيارة الطبيب لتقييم حالة الطفل وتقييم احتمالية دخول المستشفى أو حاجة الطفل لدخول المستشفى، لأنه هدول الأطفال إذا تركوا بدون رعاية صحية أو بدون إعطاء العلاجات المناسبة لا سمح الله حالة الجفاف ممكن تؤدي إلى مشاكل كثير كبيرة، مثل لا سمح الله الفشل الكلوي أو حتى مشاكل في الكبد أو حتى مشاكل أخرى في أملاح الدم، وبالتالي حدوث تشنجات عند الطفل. إذن هو أشد خطورة كلما كانت مرحلة عمرية مبكرة. نعم صحيح. عند الأطفال دكتور نقول إنه تجاوزوا 7 من عمرهم أو 10 من عمرهم، هل تكون الأعراض بهذه الشدة وبهذه الخطورة على حياة الطفل؟ هلأ شدة الأعراض بتعتمد على كمية الفيروس أو قوة الفيروس أو البكتيريا اللي مؤدية لالتهاب المعوي الحاد عند الأطفال. في بعض الأطفال اللي أعمارهم 7 سنوات 8 سنوات أو حتى 10 سنوات ممكن أحيانا نضطر أنه ندخلهم على المستشفى في حال كان في عنا إقياء شديد، شغلة بنسميها إحنا oral intolerance، يعني كل شيء بيتناوله الطفل بيقوم باستفراغه. هدول الأطفال بيحتاجوا كثير إنه لتقييم طبي، وكثير من الأحيان بنضطر إنه ندخلهم على المستشفيات لنعطيهم سوائل وريدية. لكن في معظم الحالات عند الأطفال اللي أعمارهم فوق 7 سنوات أو حتى فوق 6 سنوات هدول الأطفال ممكن إنه نساعدهم في بعض الأدوية اللي تخفف من الاستفراغ وبالتالي نقلل من احتمالية دخولهم للمستشفى. ما حكيت إنه الأدوية التي تخفف من الإسهال، هل أنتم مع هذه الأدوية دكتور؟ أم لا تحبذون استخدامها؟ الإسهال إحنا في الالتهابات المعوية الحادة دائما بنحاول نوصل فكرة للأهل إنه هذا الإسهال هو مفيد للطفل عشان يساعدنا على تخلص جسم الطفل أو الأمعاء من الفيروس أو البكتيريا المؤدية للالتهاب المعوي الحاد. لكن دائما لما يكون في عنا التهاب معوي حاد إسهال عند الطفل من الضرورة إنه نقوم بإجراء تحليل للبراز لمعرفة سبب الإسهال. الأدوية اللي بتساعد على تخفيف الإسهال في حال كان الطفل مصاب بأميبا ممكن نعطي المترونيدازول اللي هو عبارة عن مضاد حيوي للبكتيريا الأميبا اللي هي واحدة من أكثر أنواع البكتيريا اللي بتؤدي لالتهاب المعوي الحاد عند الأطفال. في حال كان في عنا ما كان في عنا أميبا كان في عنا فيروسات، في عنا بعض الأدوية اللي بتساعد على تخفيف كمية البراز لكن ما بتوقف الإسهال، وهذا إحنا غير معنيين فيه إنه نوقف البراز بشكل تام عشان نتخلص من المسبب للالتهاب المعوي الحاد. الأدوية المساعدة مثل البروبيوتكس اللي هي البكتيريا النافعة اللي بتساعد على إنه القضاء على المسبب للالتهاب المعوي الحاد. شكل دكتور أقراص دوائية البروبيوتكس؟ البروبيوتك في منها قطرات فموية وفي منها ساشيتس بتيجي على شكل أكياس وفي منها بعض الحبوب اللي عن طريق المضغ ممكن يتناولها الطفل، لكن طريقة إعطائها للطفل بسيط وسهل وبيساعد كثير في تخفيف الإسهال الحاد عند الطفل. نعم. تشترك الأعراض دكتور، وعادة ما نسمع بأنه هذه الأعراض عندما تكون متواجدة عند الطفل تقول الأم أو من حوله أنه عنده برد، يستبعدون فكرة أنه التهاب معوي. شو الدلالة دكتور اللي ممكن يستدل بها إلى وجود هذا التهاب معوي وهذا برد؟ هلأ كلمة إنه الطفل عنده برد أو صاير برد. عنده برد، هذا المصطلح بصراحة في الطب غير موجود، يعني إحنا درسنا كل الدراسة هذا وهذا الشيء غير موجود. فكرة البرد إنه هو فعليا بيأثر على مناعة الطفل فبيؤدي لتحفيز بعض الفيروسات والبكتيريا اللي ممكن إنها تؤدي لحدوث الأعراض عند الأطفال. يعني دكتور بصراحة صدمتنا في هاي المعلومة. هي بالنهاية هو عبارة عن التهاب معوي حاد، ما في إشي اسمه والله بس الطفل ماخذ برد. هذا البرد أدى لإنه الطفل يصير في عنده التهاب معوي حاد نتيجة وجود بكتيريا أو فيروس. فبالنهاية إحنا راجعين لنفس المصطلح الأساسي اللي عم نحكي عنه من البداية اللي هو الالتهاب المعوي الحاد. الأعراض دائما بمجرد وجود إسهال واستفراغ مع ارتفاع درجة حرارة عند الطفل بشكل حاد، يعني بالفترة الأخيرة صابت الطفل، فهذا يسمى التهاب معوي حاد. يعني دكتور إنه المباشرة بتدفئة الطفل وإعطاء السوائل الدافئة وإعطاء أيضا مهروس البطاطا أو أي نوع من النشويات حتى يتوقف الإسهال،
هذه تعتبرونها اجراءات غير سليمه او غير مجديه؟ لا هي في كثير من الاحيان بتساعدنا احنا. البطاطا والموز وميه الرز وحتى الالبان، هاي احنا بنسميها بالطب انتي دايريال دايت، يعني الحميه المخففه للاسهال. مخففه لا توقف، لكن هي ما بتوقف الاسهال، لكنها بتساعد جسم الطفل، خاصه الالبان اللي فيها بروبيوتكس وفيها املاح وفيها كميه سوائل عاليه، ممكن انها تساعد الطفل لمقاومة الجفاف اللي ممكن يتعرض له نتيجة وجود الالتهاب المعوي الحاد. السوائل الدافئة كمان هي جزء من السوائل والهايدريشن اللي ممكن ينعطى للطفل عشان يخفف من حدوث الجفاف عند الطفل. فهاي الإجراءات اللي ممكن يقوموا فيها الأهل في المنزل ممكن تساعد كثير إنها تخفف من الأعراض عند الأطفال. المشكلة دكتور أن بعض المواليد الجدد رضاعتهم تكون صناعية، والحليب الصناعي لا يخلو من كمية وافرة من السكر التي قد تشجع أيضا وتحفز الإسهال والأعراض الأخرى. كيف ممكن الأم هنا تتعامل؟ نشاهد كثير من الأمهات دكتور يلجؤون إلى مثلا زيادة كمية الحليب مقابل كمية الماء حتى يقولوا تمسك معدتهم. طبعا هذا إجراء خاطئ 100%، لأنه هذا الإجراء أنت فعليا لما تزيد كمية الحليب داخل الماء بيؤدي إلى خربطة الأملاح داخل الحليب، وبالتالي الطفل يصاب بالإلكترولايت إمبالانس اللي يصير في عنده مشاكل بالأملاح داخل جسمه، وهذا الشيء لا سمح الله ممكن يؤثر على وظائف الكلى، وممكن لا سمح الله يؤثر على الدماغ عند الطفل ويؤدي إلى حدوث تشنجات عند الطفل. هذا إجراء خاطئ، لازم الأهل يبعدوا عنه بشكل تام. الإجراء الصحيح في حالة وجود طفل حديث ولادة وعنده إسهال متكرر، الالتزام بنفس المعيار لتحضير الحليب بالطريقة الصحيحة، ولكن إعطاء الطفل كميات قليلة بشكل متكرر، كل ساعة ممكن نعطيه كمية قليلة بحيث أنه نخفف على معدته، ما يصير في عندنا إقياء شديد، وبنفس الوقت نعطيه كمية سوائل مناسبة تحمي من الجفاف اللي ممكن يتعرض له. الشغلة الثانية اللي أنت نوهتي لإلها اللي هو وجود السكر داخل الحليب، الأطفال اللي بنصابوا بالالتهاب المعوي الحاد وبيقعد فترة طويلة عندهم، وطبعا هو ممكن يستمر لحد 14 يوم، ممكن يصير في عندهم إشي بنسميه ترانزيانت لاكتوز انتوليرانس، يعني عدم تحمل اللاكتوز العابر. هذا عدم تحمل اللاكتوز العابر ممكن يؤدي لإسهال مطول عند الطفل، ممكن يستمر لفترات طويلة. مشان هيك في بعض الأحيان نتيجة وجود الإسهال الشديد أو الالتهاب المعوي الحاد الشديد عند الطفل ممكن نضطر إنه نستخدم أنواع من الحليب الخالية من اللاكتوز لنخفف من الإسهال، أو نعطي أنزيم اللاكتيز اللي بيساعد على هضم سكر اللاكتوز اللي موجود في الحليب. دكتور. يكون على شكل قطرات يضاف للحليب أو ينعطى مباشرة للطفل بعد الرضعة، هذا الشيء بخفف من الإسهال عن طريق المساعدة على هضم سكر اللاكتوز اللي موجود في الحليب. دكتور سألتك عن الفرق ما بين التهاب المعدة والتهاب الأمعاء، وأيضا سألتك عن الفرق بين التهاب الأمعاء والبرد كما يشيع استخدام هذا المصطلح. سأسألك دكتور عن الفرق ما بين التهاب الأمعاء من ناحية الأعراض والتسمم الغذائي. هلأ التسمم الغذائي كمان بيجي بأعراض مشابهة لأعراض الالتهاب المعوي الحاد، لكن التسمم الغذائي الشغل المميز فيه أنه نتيجة وجود بكتيريا معينة في الطعام اللي بتناوله الشخص بيؤدي لحدوث بكتيريا مو فيروس، عادة بكتيريا موجودة في الطعام اللي بتناوله الشخص بيؤدي في النهاية لكمان التهاب في الجهاز الهضمي، واللي هو يسمى التهاب معوي، بيجي بنفس الأعراض لكن الحدة بتكون أعلى، بيكون في عنا إقياء متكرر شديد غير قادرين على التحكم فيه، بيكون في عنا إسهال شديد، ألم في البطن، أحيانا وجود دم ومخاط في البراز، وارتفاع شديد في درجة الحرارة. هدول الأطفال في كثير من الحالات مضطر أنه ندخلهم على المستشفى ونعطيهم مضادات حيوية عن طريق الوريد. نعم دكتور، بالنسبة للالتهاب داخل الأمعاء سواء كان بكتيريا أو فيروس، هل هو معدي للأطفال داخل البيت الواحد أو مثلا حتى لأفراد العائلة بشكل عام؟ نعم صحيح. هلأ أنت في مقدمتك حكيتي أنه كثير بينتشر الالتهاب المعوي الحاد في فترة الصيف أو حتى في فترة العطل، طبعا هذا الشيء صحيح، لأنه في بيكون في عنا نوادي صيفية، في عنا مسابح، فبيكون في عنا اختلاط شديد ما بين الأطفال، هذا الاختلاط بيؤدي لانتقال العدوى ما بين طفل وآخر بغض النظر عن سبب الالتهاب المعوي الحاد إن كان بكتيري أو فيروسي. فالالتهابات المعوية هي من الأمراض المعدية بشدة، وممكن تؤدي إلى إصابة أعداد كبيرة من الأطفال في وقت واحد في حال كانوا مختلطين مع بعض. كيف ممكن دكتور تنتقل وهي مو تنفسية، يعني لا تنطلق بالهواء الطلق فنشتمها بالتالي يحدث العدوى، تحدث الالتهاب أيضا؟
هلا احنا بنحكي عن هذه الالتهابات المعويه الحاده، طريقه الانتقال تبعتها اوروفيكال، يعني عن طريق تجرثم الاسطح او تجرثم الاماكن اللي موجوده فيها الاطفال بافرازات الطفل. عاده بيتم الانتقال عن طريق وجود اللعاب على الاشياء المختلفه حوالين الاطفال في الحضانات. اللعاب دكتور؟ ممكن عن طريق اللعاب لانه بيكون موجود في عندنا الفيروس او البكتيريا، بالاضافه لانه ممكن عدم المحافظه على نظافه اليدين بالتعامل ما بين طفل وطفل اخر، ممكن هذا الشيء كمان يؤدي لانتقال الفيروس او البكتيريا ما بين الاطفال، وهذا خاصه في رياض الاطفال وفي حضانات الاطفال. كمان استخدامات دورات المياه الغير معقمه والغير منظفه بشكل متكرر ما بين الاطفال دون تنظيفها، هذا ممكن يؤدي لانتقال العدوى ما بين الاطفال. والملابس، نفس الملابس بين الاخ واخ. هلا اذا كانت ملوثه بافرازات الطفل ممكن انه تؤدي لانتقال العدوى. اذا دكتور اسمح لي بسؤال اخير يمكن دهمنا الوقت، بالنسبه للمواليد الجدد قد تكون من اهم اسباب الاصابه بالالتهابات المعويه هي مثلا عدم نظافه زجاجه الحليب او اللهايه، يعني في اساليب عده للعدوى، وايضا بالنسبه للاطفال كما ذكرت انت، شو اساليب الوقايه دكتور؟ احنا زي ما بنحكي دائما درهم وقايه خير من قنطار علاج، دائما النظافه الشخصيه، المحافظه على الحاجات الشخصيه للاطفال معقمه ومطهره بطريقه صحيحه 100% بيحمي الطفل من الاصابه بالالتهابات المختلفه بشكل عام، لكن خاصه بالالتهابات المعويه الحاده، لهاية الطفل، رضاعه الطفل، الالعاب اللي بيلعب فيها الطفل، انت بتعرفي في الفترات العمريه في المراحل العمريه الصغيره الطفل كثير بيستخدم الفم لاكتشاف المحيط حوله، فالالعاب اللي بيلعب فيها الطفل، الاشياء اللي بحطها الطفل بشكل متكرر بالفم لازم تكون نظيفه ومطهره ومعقمه بشكل صحيح 100%، بالاضافه انه الاطفال كمان لما يبلشوا الحركه وينتقلوا من مكان لمكان عن طريق الحبي او حتى بيكونوا بدايه مشي، كثير من الاحيان بيتوجهوا لمناطق غير نظيفه بيروحوا بيلعبوا فيها، فهذا الشيء بيتطلب من الاهل احتياطات خاصه عشان انه دائما ننتبه على اطفالنا وين موجودين، شو الاشياء اللي بحطوا عليها ايديهم، وبنفس الوقت الطفل بروح بحط اليدين بالفم، وبالتالي هذا ممكن يؤدي لحدوث عدوى عند الطفل وبالتالي التهاب معه. ممكن حتى الام تكون ايديها ملوثه خصوصا في مرحله التسنين، تكون عمالها بتلمس مثلا فك الطفل، هذا بحد ذاته ينقل العدوى. لكن السؤال هنا دكتور، بما انك ذكرت انه التعقيم والتنظيف، زجاجه الحليب هل نكتفي فقط وضعها في الماء الساخن لقتل البكتيريا والفيروسات ولا هذا غير كافي؟ لا طبعا غير كافي، هو دائما لازم يكون في عندنا تعقيم يومي للمتعلقات الشخصيه للطفل من لهايه ومن رضاعه ومن نبل، ممكن تستخدم مع الرضاعه الصناعيه، هاي المتعلقات الشخصيه لازم يتم تطهيرها بشكل كامل او حتى غليها بالماء مرة على الأقل يوميا عشان نتأكد 100% إنها نظيفة ومعقمة. ماء ملح دكتور؟ هو الأهم شيء إنه يكون في عنا ماء مغلي تغلى بماء حتى نتأكد 100% إنها معقمة، الحرارة بالماء المغلي بتقضي على النسبة عالية من البكتيريا والفيروسات اللي ممكن تكون عالقة بهاي الأشياء. والغسيل بالماء والصابون دكتور؟ طبعا ممكن إنه كمان الغسيل بالماء والصابون لا بشكل متكرر ما بين الرضعات، لكن الغلي على الأقل مرة يوميا للمتعلقات الشخصية للطفل. الشغلة الثانية للوقاية اللي هي تنظيف الأسطح ومسح الأسطح مثل ما حكينا، وجود أسطح ملوثة بإفرازات بإفرازات الأطفال ممكن يؤدي لنقل العدوى ما بين الأطفال. والشغلة الأخيرة واللي أنت كمان نوهتي لإلها اللي هي الهاند هايجين، نظافة الأيدي للأمهات، شيء مهم وضروري حتى ما نكون احنا سبب نقل العدوى لاطفالنا. او مثلا جرب زجاجه الحليب اذا الحليب سخن او دافئ. نعم صحيح، يعني في عندنا بعض الممارسات الخاطئه. هذا يحتاج الى لقاء مفصل للامانه دكتور. كل الشكر لحضورك معنا الدكتور طارق ربايعه اختصاصي امراض الاطفال والمواليد الجدد على ما قدمته لنا اليوم من اضاءه حول الالتهابات والانتانات المعويه. يعطيك الف عافيه.